ان احنا هناخد ايه النهاردة. احنا ان شاء الله هناخد انواع السيل انجري. انواع السيل انجري ممكن يحصل انجري ويبقى ريفيرسيبل. يعني ايه ريفيرسيبل؟ يعني مجرد انا ما بشيل الانجوريوس ايجنت هيحصل ايه؟ هيجي انت حاسه ان انت نمت معايا؟ لا، هيحصل ايه؟ ريفيرسيبل يعني هيرجع طبيعي، يحصل له ريجنريشن ولا كانه شيء ما حصلش، او ان هو يبقى ايريفيرسيبل. ايريفيرسيبل يعني خلاص، يعني الخليه دي ماتت ما فيش فايده، يعني الخليه دي ماتت مش هترجع تاني. يعني ممكن نجيب واحدة تانية مكانها، نصنع واحدة تانية مكانها، أو نعمل فايبروزس، إنما في الريفرسيبل لا، الخلية هيحصل لها حاجة وممكن ترجع تاني للنورمال. الريفرسيبل نوعين، كلاودي. كلاودي يعني إيه؟ كلاود سحاب، كلاودي سويلينج، أو فاتي تشينجز. فاتي تشينجز، فاتي تشينجز ليها اسم تاني اللي هي ستياتوزس. ستياتوزس ستياتوزس ستيات دايما معناها فات، فاتي تشينجز. انما الايريفرسيبل عندنا برضو تو كاتيجوريز، نيكروزز و ابوبتوزز. نيكروزس يعني الاثنين معناهم من الخليه ماتت، بس دي الخليه في حاجه موتتها جريمه قتل، انما الابوبتوزس هي انتحرت، لا حول ولا قوه الا بالله. تمام. النيكروزس تحتيه في 6 انواع، يا 6 كتير، لا حول ولا قوة الا بالله. ايه كل الستة دول؟ عبيطين جدا. 2 عكس بعض، كواجيليشن عكسها ايه؟ ليكويفاكشن. كواجيليشن يعني حاجة كواجيليتد، اللي هي حاجة متجلطة، عكسها ليكويفاكتيف. يبقى كواجيليتيف عكسها مين؟ ليكويفاكتيف. واتنين لازم دايما بيتقالوا مع بعض، هما شبه بعض، اللي هما الكازييتنج. سمعنا فين كلمة كازييتنج دي قبل كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل، ده كانت في الفيديو اللي قبل ده بالظبط. كازييتنج نيكروزس والجام، عارفين اللي هو البستيك اسمها ايه بالانجليزي؟ جام، جاماتز نيكروزس. واتنين بحرف الاف، فاتي فات نيكروزس وفايبرينويد. طيب نبدأ أول حاجة بالريفرسيبل. وناخد الكلاودي سويلينج. هو كلاودي باليو؟ اه كلاودي سويلينج. عايزين نعرف ايه عن يختي عن الكلاودي سويلينج؟ اول حاجه ان هو ده المايلدست فورم، يعني يعتبر ولا كانك عملت حاجه. ايه الاسباب بتاعته؟ يا حول ولا قوه الا بالله، ما انا لسه ما انا ما انت لو مركز، احنا كنا بنقول عظمه وانت مش مركز. ايه الاسباب دي؟ كله اول بتتزهق تقول الاسباب دي. مين اشهر سبب دايما؟ الهايبوكسيا، ما عدا في حالات معينه هنقولها. هايبوكسيا، فايرال انفكشن، بويزننج، اي حاجه هتعمل لي كلاودي سويلنج. ده بالذات مش محدد لك ان يكون في حاجه، بس برضه لو قال لك مين الاشهر هتقول الهايبوكسيا. ايه الباثوجينيسيس بقى؟ ايه الميكانيزم؟ ليه اسمها كلاودي سويلنج؟ عارفين كلاودي سويلنج؟ الانتفاخ المغيم، يعني اكيد انا هشوف حاجه مغيمه وهيبقى في انتفاخ. يا سبحان الله، الله اكبر، ايه الحلاوه دي؟ ايه الدماغ دي؟ بس اشوف ايه الهبد بقى، الهبد يظهر هنا. ايه اللي يخلي الخليه تتنفخ غير ان هي تكون مثلا شايفه نفسها؟ لا، ايه اللي يخلي الخليه تتنفخ؟ انا عندي خليه كده، ايه اللي يخليها تتنفخ؟ ايه اللي يخليها تتنفخ؟ اكيد اكيد ان هي شفطت ميه. ما هو ايه اللي هيحصل لها؟ هتشفط ميه. بالظبط بالظبط، الله. طب احنا نفكر يا بتوع الفسيولوجي، حبايبي اللي كانوا معايا في الفسيولوجي، الميه دايما تابعه لمين؟ للصوديوم. للصوديوم. منين ما الصوديوم يروح في حته يسحب يشفط الميه معاه، يبقى الصوديوم منين ما يروح في حته يشفط الميه معاه. انت بتقولي ايه؟ بتقولي انت، انا مش فاهماك، انت عايزه تقولي ايه؟ انا عايزه اقول لك ان اللي بيحصل في الخليه الطبيعي ان احنا عندنا في صوديوم بامب. الصوديوم بامب دي بتكسر اي تي بي وبتطلع لي الصوديوم بره الخليه، فبالتالي بتحافظ على اتزان الميه ما بين جوه الخليه وبره الخليه. اللي بيحصل في حالات الكلاود سويلنج، نفرض مثلا واحد جاله فيروس، الفيروس عمل اتاك للخلايا مثلا. الكلاود سويلنج ده بيحب يجي في البارينكيماتس اورجانس، عشان كده اسمه بارينكيماتس. بارين
بارينكيماتس. يعني ايه بارينكيماتس؟ الاورجنز اللي ليها بارينكيما. يا سبحان الله، ايه هي الاورجنز اللي ليها بارينكيما؟ بارينكيما يعني اللي هي الخلايا الفانكشنينج، يعني عنده مجموعه من الخلايا الفانكشنينج اللي هي زي الهيباتوسايت في الليفر وزي الهارت وزي الكيدني، تمام؟ فدي اشهر حتت بيحصل فيها الكلاود سويلنج. نفرض ان جه فيروس او مثلا واحد تسمم باللي هو الكربون تترا كلورايد، كربون تترا كلورايد، تمام، في الليفر مثلا. هبص تحت المايك هيحصل ايه، هيحصل ايه؟ هيقوم مهاجم الميتوكوندريا، الميتوكوندريا هتتكسر. ايه يعني الصوت؟ الميتوكوندريا دي هي اللي بتطلع لي الاي تي بي، فبالتالي الخليه دي عندها الاي تي بي هيقل، وبالتالي الصوديوم بامب دي، الصوديوم بامب دي مش هتعرف انها تطرد الصوديوم. فيحصل ايه؟ يحصل ان الصوديوم يتراكم لي كتير قوي جوه الخليه، ولما الصوديوم يتراكم جوه الخليه يعمل ايه؟ يشفط الميه. اعمل كده معايا، اعمل المهم هيشفط الميه. فيحصل ايه للخليه؟ هيحصل ان هي تتنفخ، السيتوبلاز بتاعها هيبقى مليان فاكيولز فيها ميه، تمام، هيبقى في اللي هي جرانيولز وفاكيولز كلها بصوا ميه، بس النيوكليس مش هيحصل فيها حاجه، النيوكليس زي ما هي. اقول لكم معلومه هحتاجها، النيوكليس ايه؟ النيوكليس بيزوفيليك. النيوكليس بيزوفيليك ليه؟ عشان جواها كروماتين. النيوكليس بيزوفيليك عشان الكروماتين اللي هو دي ان ايه، تمام. فبس ده اللي حصل، ده الباثوجينيسيس. احنا واحنا بنحكي الباثوجينيسيس قلنا حاجات مهمه عن الكلاود سويلنج. قلنا الكلاود سويلنج بيحصل فين؟ في البارينكيماتس اورجانس، اشهر حتت الليفر والكيدني والهارت. قلنا الكلاود سويلنج ايه اول حته بتتاثر فيها؟ الميتوكوندريا، وبالتالي الاي تي بي بيقل، وبالتالي الصوديوم بيفضل جوه وبيحصل سويلنج للخليه. عايزين بقى نحط هنا قواعد لفكره كلمه جروس وكلمه مايكروسكوبيك، عشان الكلام ده هو اللي عليكم في العملي وعليكم بعد كده في الكلينيكال. ده كلام مهم جدا. اتفقنا قبل كده ان جروس معناها انا مثلا الليفر دلوقتي فيه كلاود سويلنج، فيه كلاود سويلنج لاي سبب، شكله كليفر، انا لما ابص عليه بعيني كليفر هشوفه ازاي؟ ده اسمه الجروس بيكتشر. انما الميكروسكوبك لما اخد شريحه من الليفر وابص فيها تحت الميكروسكوب انا شايفه الخليه فيها ايه. دايما في نقول الجروس الاول. في الجروس يلا نحفظ مع بعض ايه هي الحاجات اللي لازم اعلق عليها. اول حاجه السايز، تاني حاجه الويت، تالت حاجه الكالر، رابع حاجه الكونسيستنسي، وهقول لكم يعني ايه كونسيستنسي، خامس حاجة البوردر لو كان في بوردر زي الليفر، سادس حاجة الكات سيرفيس، الكات سيكشن، ولو في اي حاجة سبيشال مميزة نقولها. يبقى انا لازم افكر في البوينتس دي كلها. الكلام ده عشان العملي، عشان العمل يا بابا، عشان العمل الكلام ده، وعلى عشان العملي. انا لسه بتحرف الكلام ده اوسكي، بس احنا مش هنقول الكلر، لان في الاوسكي احنا عندنا كلينيكال بتقعد تخبط على بطن العيان ويقول لك دور لي على السبلين. والله انا كنت دخلت الدكتور عمال يقول لي دوري على السبلين وعمال يستعجل لي، تيجي سنه ليا ايه ما في مش عارفه ايه، قعد زعق لي وترني جدا، بس ايه ولا يهمني. رحت دورت على السبلين وقعدت اعمل كده وبايدي وحسيت السبلين وكل حاجه، طلع الحمد لله عامل سبلينكتومي. المهم فاحنا عندنا السبلينكتومي يعني شايل السبلين، وهو بيقول لي دوري على السبلين. في زرافه اما هتروح، في زرافه وفي فيل لما تروحوا عند اللي هم الكلينيكال. المهم فانت كده كده لما هتعلق لازم تقول السايز بتاعه. يعني ايه السايز؟ انت عارف السايز النورمال، المفروض انت هتحس ان السايز بتاعه كبر ولا صغر، بالتالي لو كبر وزنه هيزيد، لو صغر وزنه هيقل. الكالر بتاعه دي هتبقى سهله جدا، انت اكيد يعني لو كان فيه فات هيبقى لونه اصفر، لو كان ايه ما جبتش البالونه، ايه جبتش البالونه، ما جبتش البالونه، لو كان فيه فات هيبقى لونه اصفر، ولو كان فيه بالمره نجيب رامي، رامي رامي ايوه، لو كان فيه فات هيبقى لونه اصفر، ولو كان مثلا اتنفخ بسبب ميه. لو انا البالونه دي بصوا البالونه دي، بصوا البالونه دي لونها عامل ازاي، بصوا لونها عامل ازاي، انا هنفخها حصل ايه لونها، حصل ايه لونها، بقى بيل. بيل في فرق ما بين كلمه بيل وكلمه اوبيك. بيل يعني ان اللون بقى افتح، بقى بهتام،
بقى فاتح، ده بقى اوبيك معناها معتم، اوبيك يعني معتم. تمام. الكونسيستنسي بقى دي مهمة جدا. كونسيستنسي معناها ان لما امسك الحاجة بايدي انا حاسة الكونسيستنسي بتاعتها ايه، اللي هي التكستشر بتاعها ايه. الكونسيستنسي ثلاث حاجات، ودي من الاساسيات اللي هي الواحد ما يفكرش فيها. انت كدكتورة ما يقولك ايه التايبس اوف كونسيستنسي على طول تقولها دي، لحد ما ايه، ما من الحاجات اللي هي لازم تكون زي اسمك ايه، اسم مش عارف، زي ما بكلمك مش بترد مشغول كده. فكونسيستنسي لازم ثلاث حاجات. ايه هي؟ هارد كونسيستنسي، يعني ما يطلعوش بره الثلاثه دول، هارد او فيرم او سوفت. هارد يعني ايه؟ تعالوا كده كلنا مع بعض هنحس كلنا مع بعض الثلاث حاجات، وانا هستخدم رامي. تعال كلنا خبطوا على السكال بتاعتكم، خبطوا على اي حته فيها بون. خبط يا ابني على السكال، خبط يا ابني، انت مش بتحس ليه؟ خبط يا ابني، قول الكلام ده، خليه على السكال بتاعتك. تمام. هتحس ايه اللي انت حاسه ده؟ احساس البون هو الهارد انكونسيستنسي، هو احساس البون. طيب انا الهارد كونسيستنسي، خليني كده ايه اغششك، الهارد انكونسيستنسي غالبا لو اي تيومر هيبقى هارد، او فوقك من تيومر، اي كالسيوم، اي حته فيها كالسيوم، اي حته فيها كالسيوم هتبقى هارد انكونسيستنسي. حفظتها؟ حفظتها. اي حته فيها كالسيوم هتبقى ايه؟ هارد انكونسيستنسي. اي حته فيها كالسيوم هتبقى هارد انكونسيستنسي. طب هاي فيرم يعني ايه؟ فيرم يعني كارتليج. يعني ايه كارتليج؟ احساسه زي احساس الكارتليج. انا احس احساس الكارتليج ازاي؟ عندك مكانين تحسهم فيه، مناخيرك بس مش الجزء العلوي، مش السلانتنج بارت ده، لا الحته الزحليقه دي، لا دي بون، اخر حته في مناخيرك. اقعد اعمل كده، اعمل كده، اعمل كده في مناخيرك، اعمل كده، بص بص احسها. او ودانك بس من فوق، ودانك بس من فوق، الجزء اللي من فوق، الجزء اللي من فوق ده الكارتليج. لو حسيت احساس زي ده بيبقى فيرم. اقول لك حاجه، مش فيرم بحرف الاف، الفايبروزز غالبا بيبقى فيرم. بص انت اول ما تتزنق في اي حته حاجه قول فيرم، لان الهارد بتبقى حاجات معروفه والسوفت بتبقى حاجات معروفه هنقولها دلوقتي، انما الفيرم هو بقيه الحاجات. السوفت بقى، فاكرين خالتي نوسه لما كانت بتقول ايه، اللي هي بتكلم الست في التليفون وبتقول لها هاتي لي حته من القرقوشه، ايوه شايفين القرقوشه دي، هي مش قرقوشه يعني، المفروض القرقوشه دي كارتلج، بس لا، اللي هي الودان بقى من تحت، الحته اللي بنحط فيها الحلق، الحته كلكم المسوها، لا حول ولا قوه الا بالله، انا بكلم ام انا، المسوها من تحت، المسوها، ده سوفت انكونسيستنسي، ده سوفت انكونسيستنسي، ده اسمها الاير لوبيول باي ذا واي، سوفت انكونسيستنسي. يعني انا بقول لكم احساس كل حاجه، فانا الحاجه هارد انكونسيستنسي او سو او فيرم انكونسيستنسي او سوفت انكونسيستنسي. دايما افتكروا ان الفات سوفت انكونسيستنسي، الا لو حصل له كالسيفيكيشن. الفات لوحده سوفت انكونسيستنسي، ما طبعا بلاش، امسك كرشك، سوري يعني للكلمه، امسك كرشك، فات ده سوفت انكونسيستنسي الا لو حصل له كالسيفيكيشن. تمام. البوردر يعني ايه؟ البوردر ده دايما بيتقال في الليفر، شايفين الجزء ده اللور بوردر، البوردر والسبلين برضو، الليفر والسبلين. ده هل البوردر شكله راوند ولا شارب؟ راوند ولا شارب. الكات سيكشن معناها، افرض انا جبت الليفر ده ورحت قطعته كده اهو، جيت ابص عليه، واخدين بالكو، ببص على البتاع من جوه، على الليفر نفسه من جوه، لان ساعات بلاقي حاجات هنتكلم عنها دلوقتي. انا بس بقول لكم الكلام ده عشان العملي وعشان النظري، هو الباثولوجي كله كده، جروس مايكروسكوبيك، باثوجينيسيس كوزس، باثوجينيسيس جروس مايكروسكوبيك كوزس، باثوجينيسيس جروس مايك، كله كده، كله كده بتاخده اللي هو ايه، ولان الحاجات دي هي اللي بيعتمد عليها الكلينيكال بعد كده. تمام. يبقى دي بالنسبه للكروس الجروس اللي هو الجارز اللي هحكي لكم في صوره جارز. انما المايكروسكوبيك، انا لما اجي اعلق في المايكروسكوبيك هعلق على ايه تحت الميكروسكوب؟ هعلق على السيتوبلازم. انا شايفه ايه في السيتوبلازم؟ لون السيتوبلازم نفسه، هل في حاجه مميزه في السيتوبلازم؟ وتاني حاجه النيوكليوس. تمام. دي بس الاساسيات اللي هنمشي عليها بعد كده من دلوقتي لرايح. نرجع تاني الكلاود سويلنج، كنا بنقول ان ده المايلدست فورم، وسببه اشهر سبب هايبوكسيا، بس ممكن يكون فيروس، ممكن يكون اللي هو الكربون تتراكلورايد بويزنينج. الباثوجينيزز الميتوكوندريا اتضربت، الاي تي بي قل، الصوديوم مش عارفين نطرده، هيتراكم جوه الخليه، هيسحب ميه، والميه تتجمع في فاكيولز في السيتوبلازم. طيب جروسلي، تفتكروا اورجان الخلايا بتاعته منفوخه، يا ترى يا ترى يا ترى هيبقى شكله ايه؟ يعني انت هتبص عليه تلاقي شكله ايه؟ السايز بتاعه هيبقى ايه؟ هيزيد.
وطالما السايز زاد الويت هيزيد. لونه بقى ايه؟ بيل. سبحان الله الكونسيستنسي مش هتتأثر قوي، ماشي، ومفيش، مش هتتكلم على البوردر ولا الكات سيكشن، ما تكلمش عنه، فكويس جدا. يبقى احنا عندنا اللي هم بس اعلق لك على السايز ان هو انكريز والويت انكريز والكالر بقى لونه بيل. طيب اللي تحت الميكروسكوب ده اللي هو هلاقي السيتوبلازم فيه جرانيولز، السيتوبلازم فيه جرانيولز. وليه اسمه الجرانيولز دي؟ هتدي منظر كانه في سحاب، كان السيتوبلازم في حتت فاتحه عامله زي السحاب. فاهمين الفكره ان هو السيتوبلازم غامق، في حتت فاتحه عامله زي السحاب، عشان كده اسمه كلاودي سويلنج. كلاودي عشان انا ما ببص للسيتوبلازم شفت منظر كانه عامل زي السحاب، سويلنج عشان الخليه منفوخه. فكلاودي سويلنج، والميتوكوندريا هتبقى سوولن برضو، كل الاورجانيلز هتبقى سوولن جوه. لكن هل النيوكليس متاثره؟ لا، النيوكليس ما فيهاش حاجه، النيوكليس تمام. حلو الكلام، هايل هايل. فاضل بس ان انا اتكلم على الفيت اوف كلاودي سويلنج. يا ترى الكلاودي سويلنج ده حاجه حلوه ولا وحشه؟ والله ده المايلدست فورم، يعني اول ما تشيل الانجوريوس ايجنت هيرجع تاني، الخليه نفسها هترجع تاني نورمال ولا كان حاجه حصلت. ممكن يعني ممكن لو فضل الانجوريوس ايجنت قعد فتره طويله الفاكيولز دي تكبر 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 وتفضل تملى في السيتوبلازم، فتعمل لي حاجه اسمها هايدروبيك سويلنج. هايدروبيك سويلنج، هايدروبيك ده سيفير فورم، بس برضو بتفضل ريفرسيبل. اول ما الفاكيولز دي تملى السيتوبلازم تماما هتعمل حاجه اسمها بالونينج. عشان كده انا جبت البالونه، سبحان الله. ما بقول لكم انا ما بجيبش حاجه على الفاضي. بالونينج دي ده الموست سيفير فورم اوف كلاودي سويلنج، والبالونينج ده irreversible. وده يجي سؤال ام سي كيو جميل لو واحد حب ان هو يستظرف ويخف دمه، يقول لك البالونينج ده ريفرسيبل ولا irreversible؟ هتقول اه ده البالونينج ده كلاودي سويلنج والكلاودي سويلنج ريفرسيبل. لا، البالونينج ده اسوأ مرحله في الكلاودي سويلنج، وبيبقى irreversible يعني الخلية هتموت هتموت. تمام، اوكي. وهذا هو الكلاودي سويلنج. ناخد بقى اللي وراه اللي هي الفاتي changes. فاتي حمامة، مش عارفة مالي انا دمي خفيف جدا، انا دمي خفيف قوي على قلب النهار حقيقي، انا دمي خفيف قوي على قلب النهار.